بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي، اليوم أسبوع على بداية نشر هذه الدراسة، دراسة كيف نوفر 400 مليون لتر من الماء عبر مياه البحر بدون تحلية. علفتهم الأمر أن يرجع لهذا الجزء الثالث اللي راني فيه، يرجع للجزء الأول والثاني باش يشوف ويتبع ويتمكن من معرفة ماذا قلت في الجزء الأول والثاني. في الحقيقة أنا كنت أنتظر بعض الوقت عاد نشر هذا الجزء الثالث، وحتى انني كنت باغي نهضر فيه على بعض المسائل الاخرى. ودابا مر اسبوع على بدايه نشر هذه الدراسه عبر قناتي، عبر اليوتيوب، قناه بن قريش للمناظر الفريده. في الحقيقه القناه كانت مخصصه لشي حاجه اخرى، ولكن اضطريت مع هذا الشكل الاستعجالي انني انشر في هذه الدراسه او بعض من هذه الدراسه، لان الدراسه ديال 40 سنه ما يمكن ان غتجمعها فيديو او جوج او ثلاثه ولا حتى 100 ولا حتى 1000 ديال الفيديو تجمع فيها الدراسه، لان الدراسه شامله وعامه ومعمقه. ولكن الان كما قلت انا بداية اسبوع، لنا اليوم الجمعة، هو السبت الفايت باش بديت نشر هذه الدراسة. ولماذا كان الاسبوع الفايت؟ لان احنا اليوم في 5/8/2022 الموافق ل 7 محرم 1444 هجرية. لماذا اختاري ذلك السبت فاتح محرم والذكرى ديال 30/7/2022 الذكرى ديال عيد العرش المجيد؟ وبالمناسبة أن الرسالة اللي كنت رسلتها في شهر 5/1999 كان المقصود بها أن تكون دراسة بمناسبة الذكرى الأولى لتربع جلالة الملك محمد السادس حفظ الله على عرش إسلافه المنعمين. والآن اختاريت الذكرى 23 لتربعه على عرش إسلافه الميمين حفظه الله وطال في عمره وشفاه الله سبحانه وتعالى وخلاه لنا دخلا لهذه البلاد. وكنت كما قلت أنا ما غنشرش هذا الجزء الثالث إلا من بعد ما نشوف شحال ديال المشاهدين شافوا الدراسة الأولى والثانية، ونشوف التعاليق ديالهم، ونشوف شنو قالوا وشنو قالوا وكذا إلى آخره. ولكن اللي خليني نعاود نقول اليوم، هذا اليوم باش نذكر شيء من هذه الدراسة في هذا اليوم هذا، وهو أن البارح سمعت في الأخبار وزير تجهيز الماء كيهضر على مشكل الماء في الدار البيضاء، على مشكل العطش في الدار البيضاء، وقال بأننا ما غاديش نحبسوا الماء على الدار البيضاء وما غاديش نقصوا منه، ولكن غنستغلوا بعض العيون اللي هي مطمورة تحت تحرب تحت البنايات وتحت الشوارع في الدار البيضاء، وهي فيها مياه كثيره وكتمشي غير البحر، وغادي نعاود قال وكان عندنا نعاود نستغلوها باش نعملوا بها المياه للساكنه ديال الدار البيضاء. هذا شيء زوين وجميل فعلا ان نستغلوا هاد العيون اللي هي مطموره، وهي على ما اعتقد هي عين الشوك، عين السبع، عين الدياب، عوينة الصابون اللي حدا القريعه، عوينة المعارف، وكاين عيون كثيره في الدار البيضاء. هي في الحقيقه الدار البيضاء توجد فوق بحيره، فوق بحيره مائيه، ولكن هل هذه البحيره ماء ام استنزفت لاننا حرمناها من الثروه المائيه الهائله اللي كتطيح فوق في الشتاء كتجي مع الواد الحار كما قلت. هذا الشيء اللي تاكدوا منه، راجعوا الجزء من الدراسه في الجزء الاول وغتلقاو التوضيحات كيفاش كيمشيو وشنو خصنا الماء. وقلنا ان الماء خاصو ديال المياه ديال الشتاء ما خصوش يبقى يضيع، خاصو يتجمع ويكون يمشي للفرشه المائيه. فعلا هذه الفكره هي ممتازه،
اللي يقول لك احتمال اللي غنفتحوا هاد العيون ونبحثوا عليهم ونعاود نصروا واحد العدد ديال الشوارع وربما نحيدوا واحد العدد ديال الدور او الشركات باش نجبدوا هاد العيون ونبداو فيهم من جديد باش يبداو يزيروا، ومن ثم ملي غنفتحوا نجبدوهم واش غنلقاو بهم الماء او نلقاوهم نضبوا من الماء وجفوا؟ لماذا؟ لاننا حرمناهم من 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 الفرشه المائيه، حرمناهم من الماء اللي كيطيح من الشتاء باش يتزود به هاد المياه الجوفيه. نعم. دابا من شكل الدراسه اللي عندي فعلا، لان كتشمل بعض المدن وبعض الاصلاحات بعض المدن وبعض اصلاحات بعض الاوديه وبعض اصلاحات بعض وبعض الساحات وبعض وبعض قلنا اننا نتخذوا من عدد ديال الاحياء والمدن بحيره صناعيه. ومن جمله ما كنت انا درسه في الدراسه، البحيره اللي خصنا في مدينه الدربيضه خصها تكون في شارع الفيدا، لانه شارع الفيدا هو المنطقه اللي هي جات كواد، وهي فعلا كانت واد قديما كواد. شارع الفيداء، شارع الفيداء من الاول ديالو من يبداو من الدرب الكبير الى حدائق لارميطاج، الى الحدائق المهمه اللي هي بقات فعلا تحفه عندنا تما في الدربيضة، حدائق ديال لارميطاج وهي مازال. وتكون هذه البحيره على كل حال الا بغينا ناخذوها كبحيره ومن الشارع خصنا لابد نزولوا الشارع كله، ولا بدا نزولوا دوك البنايات اللي هي آيلة للسقوط من جانب الشارع الفيداء، سواء من الجهه اليمنى او اليسرى لشارع الفيداء. واحد العدد ديال 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 الاحياء اللي هي بنايات قديمه وآيلة للسقوط، وممكن لانه بنيه فوق، لانه فعلا الارض تربه تما هشه، لان راه واد تمايا. الا حفرنا في شارع الفيداء، الا حفرنا غير 5 متر او 6 او كذا، غنلقاو المياه كتتدفق. الا كانت باقا المياه، الا كانت باقا المياه في الجوفيه كما هكذا، انا قلنا الفرشه المائيه حرمناها من الماء اللي كان يطيح فيها من الانميو. ثم ان المياه اللي هي كانت في العيون في الدربيضه، راه الدربيضه الان الدربيضه ومنطقه السوالم ومنطقة المحمدية والجدبة هذا، راه الآن دابا الآن إلا طاحت الشتا كثيرة، راه بعض العيون عاد كيحيو وخرجوا من جديد. راه واحد العام هذا ربما في 96 أو 95 إلا ما خانتني الذاكرة، كانت الشتا طاحت بشكل كثير وتفتحوا واحد العيون جداد، عين منطقة ديال السوالم، منطقة ديال بير جديد، منطقة ديال 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 تما، خرجوا واحد العدد العيون، خرجوا كاع ما كانوا عارفين الناس، خرجوا وبداو كيخرجوا الماء، لأن المنطقة فوق بحيره. وعلاش؟ لان الماء كتجي ليها من المنطقه ديال ولاد حريز، ومنطقه ديال ولاد زيان، ومنطقه ديال النواصر، والمنطقه كلها.